ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناة سينجامينغا. وكما وعدناكم كل سبت كاين جديد، واليوم رجبنا لكم جديد في عالم الدجاج وعالم الكروبسات وعالم ليزاتي بارابل وبعد الطائر الحسون. واللي خصاتو شي حاجة يدير أبوني وإيجاب، واللي كيتفرج وما كيديرش أبوني يشارك معنا. ومرحبا بكم، ويلا تفرجوا. كما كتشوفوا إخوانا، الطائر هذا تبارك الله ها هو البريكات تدرع كولا درع، تبارك الله. شحال الثمن ديالو اخويا؟ كما كتسمعوا اخوان، 700 درهم راه ما كيخافش. جدار هذا ولا قريه اخويا؟ جدار، جدار عنده عامين. خاطر الناس المولعين بالطائر الحسون، خاطر خواتنا لانجيريان، مرحبا بكم، راكم عزيزكم مقنين. خاطر المغاربه ديالنا، المغرب كله، داخل المغرب وخارج المغرب، والأخص الناس جزائر كيحبوا طائر المقنين. من هذا المنبر هذا كنقدم لهم التحية. كما كتشوفوا معنا إخوان، معنا الجزائر هذا. شحال الثمن ديالو خويا؟ 400 درهم. كما كتسمعوا الاخوان، راه مراكشي وعنده عامين، راه داوي تبارك الله. راك تعرفوا بنادم كي الطير كيجي للسوق كيسقل، 400 درهم ومراكشي تبارك الله، راه فيه كلام زوين. وهذا اخي الكريم، الله يفتح عليك، شمالي. هذا شمالي، سبحان الله العظيم. هذا الاخوان تلت اطوال، والثمن ديالو خويا كما كتسمعوا نفس الثمن، 400 درهم. هذا شمالي وهذا مراكشي. الله يفتح عليك اخي الكريم، بارك الله فيك. اخوان كما كتشوفوا معايا، طائر الحسون، الناس محبين مقنين. ها هو شحال عنده اخو فوق بزاف؟ سبع شهور. سبع شهور كما كتسمعوا، هو في عمره سبع شهور. هو في عمره كله ياك، زيد في القفز، زيد في القفز الاخوان. هذا ولد القفز وكيضرب مالاكا، وكيضرب مالاكا. الثمن ديالو اخي الكريم 1000 درهم. كما كتسمعوا الاخوان، 1000 درهم. هذا راه ولد الدار، هذا زعما كرا زيد في الدار، راه عنده سبع شهور كيضرب الضرابي ديال مالاكا. وهذا التحتاني اخي الكريم، هذا هو ولد العام. الثمن ديالو خويا شحال؟ 500. كما كتسمعوا الاخوان، 500 درهم. اللهم بارك. انا كنتواجد في سوق اخرى عبد الدار البيضاء، ولا خصنا شي حاجه مرحبا به. هذا الاخر معروف عندنا تبارك الله، كما كتشوفوا راه ما كيخاف ما والو. ها انتم الاخوان، الكاميرا حداه عادي، عنده راه ولد ولد العشق، زيد في القفز الاخوان. الشور عاقل ما كيتحرك ما والو، ها هو باغا يدوش. ها ولا خصو شي حاجه، مرحبا به الاخوان، مرحبا. وهذا خويا سي مصطفى، هذا الله يرحم الوالدين، 600 درهم. شحال عنده في القفز اخويا؟ عامين كما كتسمعوا الاخوان. هو تبارك الله الجدر هذا، اللهم بارك. هذيك البياسه حتى هي تبارك الله الاخوان. ولا خص شي حاجه مرحبا بي، راك نعرف الاخوان في السوق هنا. كما كتشوفوا الاخوان المقنين، الناس محبين الطائر الحسون. شحال الثمن ديالهم اخويا؟ هذا 7000 الواحد. هذا 250. كما كتسمعوا هذا 350 درهم، 350. هذا 250 درهم، هذا 600 درهم. كما كتسمعوا تبارك الله، هو جدر قديم الاخوان، الناس اللي كيحبوا الطائر المقنين. ها هو دار 600 درهم، عنده عامين تبارك الله في القفز. ها هو هذا عنده عام، يلاه كيتسقف في البدلة الاخوان. تا هو راه كاين الكلام. شحال الثمن ديالو تا هو خويا؟ 40000. 40000. وهادو خويا الجزور اللي كاين هنا؟ 25 الواحد. الشهر 25، 250 درهم الاخوان. كما كتسمعوا هذا
شوف اخوان راه كيدوش مع راسو ما شاء الله اسر التيرا صح ما شاء الله تبارك الله ما عليكش حرر بلاصته الله يا العالي ميليمتر ديالو التليفون حرب دوك تشوفوا معنا اخوان ها هما الجدوره تبارك الله جاويد شحال الثمن ديالهم اخويا هاد الكره؟ كيما كتسمعوا الاخوان 150 درهم شحال عندهم اخويا في الخطيط؟ 4 شهور 150 درهم الاخوان انتم كيما كتشوفوا تبارك الله وهذاك اخويا؟ هذاك 600 درهم هذاك الجدر عنده 4 سنين كيما كتسمعوا الاخوان هو الجدر عنده 4 سنين 600 درهم وداوي تبارك الله راه كان كيضرب راك تخلع الله يحفظك خويا تحياتي خويا كما تشوفوا كانوا بسيطة هما هذا شحال اخويا رشيد هذا؟ 250 واحد كما كتسمعوا الاخوان 250 درهم بياس كاين هذا البقاني مدريسي ها هو مدريسي 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 وكاين هذا اللهم بارك الكاروبسات لي زاسي بارابل عفوا الاخوان ها هو اللهم بارك شحال اخويا؟ كما كتسمعوا الاخوان 150 درهم ثمن جد مناسب الاخوان وكاين هاد الكوبل ها هو ديال الهوكو ها هو شحال هاد الهوكو اخويا؟ لا مغربية كما كتسمعوا الاخوان هاد الكوبل ديال الهوكو 900 درهم وكنت واجد اخر رشيد وقريعة السوق قريعة الدار البيضاء وكاين امتيازات هنا تبارك الله انا كنت ولا معانا هادو ما كتشوفوا الاخوان هذا ما كيبعش ها هو تبارك الله على الهواء الطلق ها هو كفى الهواء الطلق اللهم بارك كما كتشوفوا هنايا وانا شحال ديال البيت اخويا انا رشيد انا كما كتسمعوا الاخوان 60 درهم 50 درهم ها هما وهاد البياسات هادو وهاد الابيض اخويا الله يفتح عليك اخويا رشيد الابيض اخويا 40 ما اللهم بارك هاد الثمن هاد البيض هذا لا كيلو لا ديال طرف كاع ديال الفيروز كما كتسمعوا الاخوان راه 100 درهم البياسه هادو هما هما ولا خصو شي حاجه مرحبا به هانتوما الاخوان لكن في اسئله زوينه وانا كيما كتشوفوا معانا هما كاينين هاد الوليدات ديال فيروز تبارك الله انتواز شحال انتوا خويا؟ 50 درهم كيما كتسمعوا انتواز واجدين ب 50 درهم هما فقط هما الاخوان كيما كتشوفوا راه بياسات زوينين اللهم بارك خدامين هادو فيزا خدامين اكثر لك خدامين انت باقي ما خدامينش محبين لي موندارا هما تبارك الله بياسات راه زوينين لي موندارا شحال اخويا لي موندارا؟ السلام عليكم الله يحفظك المرض 30 درهم اللهم بارك وهاد البياس ديال الفيروش هنا 50 درهم اللهم بارك الاخوان راه البياسات هنا ب 50 درهم اللهم بارك تبارك الله 50 درهم البياسه اللي بغاها هاد الاخ عماد كيتواجد سوق قرعه الدار البيضاء
راه غني هذا التعريف وصديق ديالنا ومرحبا بكم. كنشوفوا كنتواجدوا في سوق قرع عبد الدار البيضاء، كاين هذا المسمح المسرح تبارك الله اللهم بارك باغي يتباع. شحال البياس اخويا هنا؟ 50 درهم. كما كتسمعوا الاخوان 50 درهم بياس، راه كلشي خدام تبارك الله. هو سيد قاد واللي بغى كله مسرح كما كتسمعوا الاخوان 1200 درهم ها هو، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. راه كيتواجد سوق قرع عبد الدار البيضاء، ومرحبا بكم الاخوان. وان كما كتشوفوا معنا احد الباعه ديال المقرين اخر قديم واغني على التعريف، ها هو الاخ كريم تبارك الله عليك اخويا. وكما كتشوفوا راه مشهور بالمقرين تبارك الله، هذا الاخ مولوه كبير واللي خصاتو شي حاجه في المقرين راه كيتواجد سوق القرع عبد الدار البيضاء. كما كتشوفوا معنا الاخوان ها هما راه كاين تبارك الله طويرات، واللي خصاتو شي حاجه الف مرحبا. كما كتشوفوا راه الاخ موجود في القريعه، ولا خصنا شي حاجه مرحبا بك. مرحبا بك كما كتسموا الاخوان. مرحبا بك تبارك الله عليك اخويا، شكرا وتحيه من هذا المنبر. ومرحبا بكم الاخوان سوق القريعه في الدار البيضاء. السلام عليكم. السلام عليكم الاخوان. كما كتشوفوا معنا البياسات، شحال هذا الكوبل هذا؟ 60 فرانك. كما كتسموا الاخوان هذا البياسه ديال ريمبو 600 درهم ريمبو ياك هذا 600 درهم. وهذا الكنار مالين والو؟ لا كنار عادي. شحال الثمن ديالهم اخويا؟ 200 درهم. كيما كتسمعوا الاخوان راه الثمن مناسب 200 درهم بياسة ها هما. تبارك الله. وهاد البياسات هنا يا خويا؟ هادو نتيوات. نتيوات شحال نتيوات؟ 170 درهم. كيما كتسمعوا كيما كتسمعوا الاخوان 170 درهم نتيوات، وكاين معاهم الكورة. تحية لك الاخ، شكرا بارك الله فيك. تبارك الله الاخوان، كاين هذا الميسو هو. الثمن ديالو خويا 850. كما كتسمعوا الاخوان راه الثمن ديالو 850، راه داوي تبارك الله الميسو. شحال عنده خويا؟ 6 شهور و 10 ايام كما كتسمعوا الاخوان، 20 يوم عنده، 6 شهور و 20 يوم والثمن ديالو 850 درهم. واللي بغى الاخوان مرحبا به. اخر كيتواجد معنا في السوق قرع عبد الدار البيضاء. مرحبا. وهذا اخي كريم حالو نفس الثمن الاخوان نفس العمر ها هو، واللي بغى شي حاجه مرحبا به. هذا 5 شهور و 20 يوم كما كتشوفوا الاخوان، ده جهاز سيماني اللهم بارك. بياسات زوينين تبارك الله، 1500 درهم الكوبل، والبياسات الصغار كيقول 300 درهم. هذا البرامة تبارك الله هو كيقول البرامة شحال اخويا محسن؟ 500 درهم. هو الدجاج الاسود كما كتسمعوا بالسيماني قاعد فيق شويه فيق شويه، 1500 درهم. ها انتم كما كتشوفوا الوير اسود اللهم بارك. ها الدجيجة، تحية للأخت ديالنا. ها تصور حتى هي. ها كاينين الكوبلات، هادو جوج كوبلات ديال الدجاج. ولا خصاتو شي حاجة مرحبا به الأخ محسن، راه عندنا التليفون ديالو ومولوه كبير تبارك الله. ومرحبا بكم الإخوان. إخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بينكا بينكا. واليوم السبت كنتواجدوا في سوق القريعة بالدار البيضاء. كما كتشوفوا راه كاين هاد فريخات تبارك الله اللهم بارك ديال البرامة هما، وراه عنده ثمن مناسب كيطلب فيهم 250 درهم الاخوان. كما كتشوفوا راه صحة جيدة تبارك الله اللهم بارك. واللي بغاهم الاخوان مرحبا به. راه كنتوجهوا الان في سوق القريعة الدار البيضاء. كاينين لوينات وشكيلات تبارك الله، فيهم الدجاجات فيهم الفرارج، بياسات راه زوينين ونقيين. كاينه دجاجة وحدة كما كتسمعوا الاخوان، راه كاينه دجاجة وحدة. واللي بغى شي حاجة مرحبا به. ناخذ لكم التليفون من عنده، واللي بغى شي حاجة يلقى التليفون على الفيديو يتصل بينا على الراس والعين. مرحبا كما كتشوفوا تبارك الله هما فرايريش، الناس محبين دجاج البراهمة. مرحبا بكم. كاين هاد الكوبل ديال الحجر الاخوان اللهم بارك،
اهو كيما قلت لكم الخر ديالهم هو 3000 ريال 150 درهم الاخوان لا غلى على مسكين 150 درهم وضروري 150 درهم وكاين حتى البيض حتى هو اهو كيما كتشوفوا معايا الاخوان البيض ديال البراهما 25 درهم دجاج نفاخ كاين تبارك الله تلقاتي طانو بغويطة هاد الأخ سعيد تبارك الله هاهو الثمن 500 درهم ياك أخويا سعيد هذاك الشمس أخويا دير شي باراسو